الستراكشر جوه الباب الجزء الاول عند الفيموس سلايد السوبر كونتراكتيف ان شاء الله. طيب اي فراكشر الدنيا كلها لازم تعرف عنه شويه حاجات. اول حاجه لازم تعرف شويه في الرسم بتاعه خلاص. تاني حاجه لازم تعرف الميكانيزم اوف انجري. تالت حاجه لازم تعرف الكلاسيفيكيشن الدايجنوزز اللي هو انكلودنج كلينيكال وانفستيجاتوري. واخر حاجه خالص التريتمنت سواء كان كونزرت او اوبر. خلاص خلي بالنا من الست كريتيريا دول عشان هنمشي معاكم في كل الفراكشنز. طيب هنتكلم النهارده عن الهيب جوينت. الهيب جوينت ده زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت ده ايه نوعه وكده لو حد فينا قلنا تمام. وزي احنا قلنا ايه؟ هل ده نوع المفصل ده سينوفيال ولا فايبرس ولا كارديجنس؟ طيب الاستابيليتي بتاعت الهيب جوينت دي زي ما احنا قلنا برضه المره اللي فاتت دي بتيجي من حاجتين ستاتيك وديناميك. الديناميك ده اللي هو اللي بيتحرك اللي هو عباره عن ايه؟ تمام. وايه تاني؟ ممكن نقول ليجامنت. طيب الاستاتيك عباره عن ايه؟ الكونفجريشن اوف ذا بون اتسلف تمام. وايه تاني؟ ايه اللي بيخلي الهيب جوينت مور ديبر؟ strongest ligament في البادي كله ما كانش اقوى كله على السلم. طيب الليبرم ده بيزود بيعمل ليبنج للاستابلم بنسبه حوالي 25% والمصل انتوا زي ما انتوا عارفين او قلتوها قبل كده في انتيريور جروب في ميديال جروب وفي بوستيريور جروب. لو حبينا نراجع بسرعه كده الانتيريور جروب دول عباره عن ايه؟ طيب المين واتس اب لايف بتاعه بيجي من الميديا سيركمفلكس هي الارضي واللاتر سيركمفلكس هي الارضي تمام. ده المين واتس اب لايف بتاعه. طيب في حاجات ثانيه زي الليجامنت انتيريرز برضه زي الليجامنت انتيريرز وفي زي النيترا تاور اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت. طيب الميديا واللاتر سيركمفلكس بيلفوا حوالين النيكو عشان يعملوا لنا الاكسترا كابسولار رينج وبعد كده بيبدا سندنج سيرفايكال برانش تمام. بعد كده بيدي الريتينكولار فيسل واخر حاجه خالص بيدي لنا الجيوسيال فيسل. طيب في الشولدر في عندنا ميديا روح سيركمفلكس ولا في عندنا انتيريور روح سيركمفلكس؟ الهيب ميديا روح خلاص الشولدر انتيريور روح ولا ميديا روح انتيريور روح سير ولا ميديا روح انتيريور روح طيب الميكانيزم اوف انجري دي احنا خلصنا لغايه ما نخش على الميكانيزم اوف انجري اللي احنا بنقول عليه في كل الفراكشرات دايما اليونج بيشن هاي انرجي شوت تمام. الاولد بيشن بيكون جاست تريجر ثرو. طيب ثاني حاجه قلنا عليها كلاسيفيكيشن في حاجات نعرفها اسمها كده وفي حاجات مهمه الاناتوميكال كلاسيفيكيشن ده زي ما في سيرتين كده في سب كاركتر الكاركتر اللي هي الكاسو اللي هي كده خلاص زي الخط المرسوم الايه الترانسفيكال زي الخط المرسوم بي البيزر سبيس ده خط مرسوم سي. طيب في ستراكشر زي الباكتيك اون ديسبلايز ديسبلايز مش قوي في الايكولوجيكال يعني نعرفهم بس اسامي سيستماتيك كلاسيكولوجيكال وستراديشن ستراكشر اللي هي مين اللي جايين بعد كده اللي هو اكوردنج تو ستراكشر عندي فاول كلاسيفيكيشن واكوردنج تو بي ديسبلايزمنت هو اكوردنج كلاسيفيكيشن. طيب الباور كلاسيفيكيشن ده بيقسمها حسب الفراكشر لاين مع الوزن مع الهورزونتال لاين. في عندنا جريد 1 بيكون 30 او طيب جريد 1 بيكون 30 طيب 2 بيكون 50 طيب 3 بيكون 70
ده بقى الكلاسيفيكيشن. طيب في جاربن كلاسيفيكيشن ده زي ما انتم شايفين كده بيقسمه لاربع تايبس او اربع جريد. الجريد الاول ده انكمبليت نون ديسكريت فراكشر، تاني تايب كومبليت نون ديسبليت فراكشر، ثلاثة وأربعة هما الاثنين ديسبليت فراكشر بس. واحد بارشل ديسبليت زي ثلاثة، وأربعة كومبليت ديسبليت. طيب ده زي ما احنا شفناهم، يعني احنا من الصعب ان احنا نفرقهم بصراحة ثلاثة وأربعة عن بعض، لكن هنشوف لو في فراكشر قديمة بنعرف نشخصها على طول يعني. طيب الدايجنوز زي ما احنا قلنا فيه كلينيكال وراديولوجيكال، ده رابع كريتيريا ورابع كريتيريا النهارده. اي حاجه فيها فراكشر لازم نحفظ الاسطمبه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، فين تمبرنس سكولين في كيمون مع الماس ريجر ذا موشن، ممكن نلاقي سيمباثيك فيوجن ديفورميتي. طيب الراديولوجي دايما بنعمل اكس راي. طيب ايه الكوميونيكيشن مهم لازم نعرفها، الكوميونيكيشن اللي ممكن تحصل من الفراكشر ايكوسيستيما. في عندنا حاجتين مهمين، في عندنا النون يونيون وفي عندنا الدي جي ان او ذا فوركس او مصدر الفلوس. طيب النون يونيون ده بيحصل ليه؟ لان احنا عندنا ديفيشنت في البريوسيال كفرج، دي حاجه. ثاني حاجه في انزيم موجود عندنا في السينوفال فلويد فدايجست الهيماتوما اللي بتتكون. طيب النوع الاي دي ان بيحصل ليه؟ لان في عندنا اتراكشن هيماتوما، تمام؟ في بلد شغال يكتر، تمام؟ فبيعمل زي تامبونيت افكت، فبيقفل البلد سبلاي بتاع الكاميرا الهيب، وبالتالي بيدخلها في بي ان. الكلوز ده يعني زي ما هنقول اللي هو نقص كومبليت بلد سبلاي، نعم. النكروزز ده اللي هو نقص البلد سبلاي او كومبليت كت للبلد سبلاي. طيب التريتمنت بتاع الفراكشر ايكوزيستيما في عندنا حاجتين اكوردنج للايج والفيزيكال اكتيفيتي. في عندنا الانترنال فيكسيشن وفي عندنا البروسيتيك ريبليسمنت. الانترنال فيكسيشن ده لازم يكون ارجنت ولازم يكون بنعمل فيه جنتل مانيبيليشن ونعمله كلوز، لو فين نخش على الاوبن على طول. ايه انواع الانترنال فيكسيشن؟ ايه انواع البروسيتيك ريبليسمنت اللي نعرفها؟ الانترنال فيكسيشن في عندنا حاجتين، في عندنا الكانسيلر سكرو ولازم نعرف الكرايتيريا بتاعتها 3 دبل شيت ثريدد 6.5 ملم كانسيلر سكرو. النوع الثاني من الفيكسيشن اللي هو الدايناميك اب سكرو او الكومبريشن اب سكرو دي اتش اس مع الانتربريشن سكرو، بنعمل حالات الجزء الميك فراكشر او الكوميونيتي فراكشر. دي امثله دول حالات اليونج ايج اللي هو او المور فيزيكال اكتيف، مور فيزيكال اكتيف بنستخدم 3 بارل بارشل ثريدد كانسل سكرو 6.5 مللي. طيب ده نوع الفيكسيشن الثاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو اتش اس وذ انتربريشن سكرو. طيب لو حبينا نعلق على الصوره اللي هي ايه هي، هنقول ايه اول حاجه ده اكس راي ولا سي تي؟ اكس راي، تمام. شوينج ايه ده؟ هيب ولا هيب ولا هيب هيب شوينج. طيب اي دي ولا لاترال؟ اي بي انتروبوستيريو، تمام. ولازم نفرغ ده انتروبوستيريو من اللاترال اللي هو ده ومن اللاترال اللي هو اللي تحت، تمام. طيب نعتبر ان في فراكشن ميكروزيفيوم، خلاص. طيب ونعتبر ان هو نون ديسبليت، يبقى طيب واحد اثنين ولا طيب ثلاثة اربعة؟ نعم طيب واحد، نعم طيب واحد. احنا نعتبر ان هو نون ديسبليت، يبقى طيب 1 و 2 اور 2 ولا طيب 3 طيب 1 و 2 يعني اول اثنين ولا اخر اثنين؟ اول اثنين، اول اثنين، تمام. طيب لو بصينا اللي جنبها بقى تتوقع ده يكون يانج ايج ولا اولد ايج؟ لسه نجرب من بعض ان ده شيلدر ولا ادلت يعني؟ ده سؤال ادلت شيلدر ولا ادلت؟ ليه قلنا عليه ادلت؟ عشان ايه؟ فين الجزية الدريت بتاعنا او الجزية اللاين؟ دي الجزية اللاين انتم شايفينه؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده ادلت صح؟ تمام. فيكسد باي ايه؟ الصورة اللي جنبها
parallel partial split cancel the screw set dollars right نفس الكلام طيب ده نوع تاني من انواع الفيكسيشن احنا قلنا ده الشكل ده عباره عن ايه ده؟ يعني ايه انواع الفيكسيشن؟ قلنا يا اما مسامير كانسل سكرو يا اما النوع التاني اللي هو الديناميك سكرو والاند ستيشن سكرو خلاص فده اللي هو الديناميك سكرو او دي تشيس تمام؟ يعني ايه بارشل سيلف؟ ايه؟ بارشل سيلف يعني في البيت في عندك نوعين اللي هو اللي بيخش بالدف كده تمام في اللي بيتلف بالسكرو درايفر تمام فاللي بيتلف ده اسمه ثريدد سكرو خلاص الثريدد سكرو ده في منه نوعين تمام في منه كونسلس وفي منه كورتيكال تمام الكونسلس ده في منه نوعين في بارشل في ثريدد يعني الدورانة بتاعته جزء من الهرس من المضبوط ومسمار لكن الكمبليت كل الدائرة اللي هي الدوران اللي تشوفها مش موجودة الثريدز كلها موجودة على طول ومسمار ماشي؟ الحمد لله طيب هنخش على البروسيتك ريبليسمنت ده ده بنستخدمه في الاولد ايج اللي هم فوق 60 سنة في عندنا ثلاث انواع اللي هم اثنين ارسل وسطي وده اوسكيت ناو في عندنا الدايبول ارسل وسطي في عندنا التوتال هيب ريبليسمنت طيب دي ايه في الوصفه دي منه نوعين في تومسون وفي اوستمون ده المفروض ان هو اوبسيت يعني بس رجع للتر تاني يعني عشان هو مفاصل ومفقود الدوله بدات في الابتداع يعني تمام المفروض اشكركم بقى الفرق بينهم يعني دي انواع التوتال اللي فوق ده البايبولر ده كله ده بنقول عليه ارسل وسطي خلاص ارسل وسطي يعني شلنا المقصف شلنا حيدو في زفيمة وحطينا مكانها تانية في الإسماعيل طيب دي بالنسبة لأول المحاضرة نعم مش ممكن نتشوف احنا بنشوف الشورت ديستوكيشن ولا بنشوف الهيب ديستوكيشن الشورت ديستوكيشن طيب اكثر بنشوف شو في الهيب ديستوكيشن انتيريور ولا بوستيريور بوستيريور ممتاز جدا طيب انواع الديستوكيشن اللي احنا نعرفها في عندنا الانتيريور ديستوكيشن وفي عندنا بوستيريور ديستوكيشن وفي عندنا سنتر ديستوكيشن وده اللي بيكون معاه الفراكشر اوف ذا ستاب او ميتابوليك بون ديزيز طيب هنشخصه ازاي بوستيريور ديستوكيشن احنا زي ما احنا قلنا في كلينيكال وفي راديولوجيكال الكلينيكال بايه تقدر تسكولين كيمونز وتوصيلات الجهوش ان الديفورمتي هتكون اللينك شورتن وانتنا روتيتد وقضاك في زي ما انتم شايفين كده طيب الراديولوجيكال هنعمل اكس راي وهنعمل سي تي طيب البوستيريو ديسلوكيشن ده زي ما احنا قلنا ان هو ده داشبورد يعني واحد بيكون قاعد في العربيه قدام التابلو بتاع العربيه تمام وتحصل الحادثه فنلاقي الفورس بتاع الداش الاثنين لغايه لما توصل للهيب ممكن يحصل ايه تاني معانا في الداشبورد ده اشرح تاني حاجه بتحصل ايه؟ بي سي ال وبوستر ديسلوكيشن هيب بي سي ال ممتازين يا جماعه اشرح حاجتين بيحصلوا مع الداشبورد طيب معلش يعني كلاسيفيكيشنز كتير تمام احنا بس نحفظ على قد ما نقدر بس حتى اقلل في الاسم ونعرف انهم كام تايبس ونعرف انهم نقاطهم بس يعني خلاص طيب في عندنا تومسون واينشتاين كلاسيفيكيشن ده بنقسمه تايب 1 ده بيبقى فيه ديسلوكيشن بس خلاص زي ما انتم شايفين كده طيب تايب 2 بيبقى فيه ديسلوكيشن مع لارج فراجمنت في البوستيريور ريف تايب 3 بيكون ديسلوكيشن ومعاه كونيوشن في البوستيريور ريف تايب 4 بيكون فيه ديسلوكيشن مع فراكشر استابلا اخر حاجه خالص فراكشر ديسلوكيشن معانا الهيب بتاع الفيمر مكسور الهيب اللي هي في مكسور لوحدها تمام وفي ديسلوكيشن معانا طيب جه واحد تاني بيصعب الدنيا علينا شويه فاحنا قسمنا طيب 5 بس لوحده ربنا يسامحك يعني بس اسمه فيتكن
خلاص اتكن ده قسم التايب 5 ده لكذا لكذا نوع. طيب حسب الفوبيا سنتراليس او حسب الجانب تمتيريس، واحده منهم بتكون تايب 1 كودر وتايب 2 بيكون كيتن، دي بيكون معها فراكشر ميتوز فيمر، واحد خالص بيكون معها ستابل كودر كيتن وبروكسما فراكشر ميتوز فيمر مع تايب 5 تمام فراكشر ستابل. طيب التريتمنت ما ينفعش نرد العيان في الاستقبال بالاقصى صحيح، يعني لازم يرد اندر جنرال انستيزيا تمام، ونعمل له كروث ريدكشن تمام. في كذا نوع من انواع كروث ريدكشن، واحد اسمه باجلو في اليس في ستينسون، ولو فين كل ده كروث ريدكشن خلاص، لو فين كل ده بنخش بعد كده نعمل اوفر ريدكشن، بس لازم نعمل سي تي بعد بعد الريدكشن عشان نتاكد ان ال الهيد كونتينت وزين زي ستاب. دي انواع الديسكريبشن كلها وازاي بنعمل كلها. طيب ايه الكوميونيكيشن اللي ممكن تحصل مع الـ مع الـ ديسكريبشن؟ اشهر كوميونيكيشن هو الساتيك نيرف انجن خلاص. سيميلر ارك لو نيرف بيحصل مع الـ ديسكريبشن. ايه تاني ممكن يحصل؟ ممكن يحصل عندنا اوستيوسايتس هيب جوينت او اي بي ان في الهيب. مش مهم قوي نعمل ديسكريبشن، بس بتعرف ان الفورس بتكون الهيد الهيد فليكسد واكتر تمام، والفورس بتيجي زي ما هعمل كده يعني زي تاني كده داش. طيب الكومبلكس بتستنى على الكيت واكتر خلاص بس دي تاني محاضره كده. زي ما احنا عرفنا برضه الاناتومي وده فولانس اوف جوينت، وعرفنا ان المقول اللي هي ميدو كفيمر والسكر هو الاستلمة، وبعد اللي دايما الهيد لازم تيجي لازم اي هيد بعديها لازم يجي. طيب بعد الهيد في لاين كده اسمه اوفر بروكانتريك لاين اللي هو بيوصل ليه للجريكر وليس بروكانتر خلاص بقى اكسر نفسه وفراكشر وفراكشر فراكشر تمام. هي الهيد تمام وهي الميدو كفيمر تمام، وادي الجريكر بروكانتر وده اللي لسه بتوكتر والله اللي بينهم ده اللي هو الاخر بتوكتر اللي هو اللي يهمنا معهم. نفس الكلام اللي قلناه خلصنا الاناتوم هنخش على ميكانيزم انجري. الاولد ايج بيحتاج تريفيال تروما، لكن اليانج ايج بيحتاج لهاي ديستنشن. طيب الكلاسيفيكيشن يعني فينا بويت اند جريفين كلاسيفيكيشن قسمهم لاربعه جريدز او اربعه تايبس. اول تايب اللي هو نون ديسبليسد، ثاني طيب يكون كوميونتد، ثالث طيب يكون سابتر وكانتريك تحت الليسر خلاص طول ما احنا نزلنا تحت الليسر فده اسمه سابتر وكانتريك، رابع طيب سابتر وكانتريك ومعاه انتر وكانتريك. طيب في كلاسيفيكيشن ثاني قسمه حسب البوستر ميديا الكوركس كانت انسرت ولا شنتر، نقسمه لستيبل وان ستيبل. استيبل لو كان البوستر ميديا الكوركس اللي هو الكالكر انتكت، لو كان نوت انتكت فبنقول عليه ان هو انستيبل، او لو كان سطره كتلك زي ما انتم شايفين كده ده بنقول عليه انستيبل فراكشن. خلاص في نوعين من انستيبل فراكشن، لو كان ريفرس بروبيتي خلاص اللي هو ده عكس تروكانتر، تروكانتر زي ما انا بعملش زي ما انا ماشي من الجريتر للليسر خلاص، لا عملته كده العكس تمام يبقى ده اسمه ريفرس بروبيتي. طيب الدايجنوز زي ما احنا قلنا برضه كلينيكال وراديولوجيكال. طيب حبينا نعلق على الصوره دي هنقول ده اكس راي ولا سي تي؟ اكس راي شولدر ولا هيب ولا البو؟ هيب. انتروسير ولا ابروبيو؟ انتروسير. انا هاكل ولا احنا انتروسير تمام. طيب شوينج فراكشر اوكي ايه اللي ماشي عند الفيلتر؟ اللاين بس لاين يبقى ده استفراكشن. لو حبينا نقول ان هو ده نون ديسبليز ده هنا يبقى كل التو بوينت اللي بيقف اللي هي بايس واير. طيب كام؟ طيب وقت لسه التو كانتر ده هو مكسور تمام؟
يبقى ده ستيبل ولا ان ستيبل؟ يبقى ان ستيبل. في البوستر اللي لسه بتقوم ده دايما موجود في البوستر هي الاسيد، لو كان مكسور يبقى ده ان ستيبل فراكشن. خلاص حسب ايه بنز كلاسيفيكيشن. طيب التريتمنت في عندنا نوعين، نورماتيف والبوكاسيف. الكونسيرفيتيف تريتمنت ده بنعمله في العيانين اللي هم له مشاكل في الانسيزر شغالين يتفضلوا تمام، او مش قادرين ناخد البنج يعني. طيب هنعمله يا اما حاجه اسمها ايروبلين كاست، يا اما نعمله حاجه اسمها توماس تراكشن. الاوبرتيف اللي يهمني، الحاجه اللي تهمني في انتر تروكانتري فراكشر او حاجه بتبقى اسمها دي اتش اس، والانجل بتاعتها بتكون 135. اول حاجه نكتبها في التريتمنت بتاع التروكانتري فراكشر هو دي اتش اس او دايناميك هيبس برو، والزاويه بتاعته بتكون 135. في عندنا حاجات تانية زي الـ TCS بزاوية 95، في عندنا كنا بنركب حاجة زمان اسمها أنجل بليت دي زاويتها 95 أو 130، وفي عندنا الـ Intramural Fixation Device. وآخر حاجة خالص لو كان في الكونيوشن بنثبت بحاجة بنشيل كل اللي هبت ونحط البروستيتمز، بس لازم نعرف أول لاين في التريتمنت هو البيجانيك كسرول أو الديتشز، ثاني لاين في التريتمنت هو الأنجل بليت بليت أو سيك، ثالث لاين اللي هو الانترنتال اكسشن. ده نفس الكلام اللي عملناه دلوقتي. ده شكلهم. لو بدأنا من الشمال كده خلاص. ده توقعه ده يكون بليت ولا انترنتال اكسشن؟ انترنتال اكسشن ولا بليت ده؟ انترنتال اكسشن. نص الغلط ده اسمه ايه؟ انترنتال اكسشن ولا بليت؟ انترنتال اكسشن. طيب هي شريحة المركبة اسمها لوس بس ما تنزلش دلوقتي. طيب الزاوية دي ممكن نقول عليها انها قائمة ولا ممكن تكون 135؟ ده رأيك؟ الزاوية دي قائمة ولا 135؟ طيب ال 135 دي حاجة من الاثنين، يا اما دي اتش اس تمام، يا اما انجل بليت بليت. احنا هنشوف دلوقتي دي اتش اس اللي هو البين بليت بتاعنا شو شكله ازاي. تمام ده اللي اسمه انجل بليت بليت في اوكسيل كروس دلوقتي محدش بيعرفها خلاص. طيب الدي اتش اس ده في مسمار زي ما انتم هتشوفوه دلوقتي، الناس هنشوف شكله عامل ازاي. ده البين بليت بتاعنا في انتر كونتري فراكشن خلاص، بيتكون من شريحه تمام والسكرو بتاعها، شريحه وسكرو تمام. لا يسكن. طيب زاوية كام ده؟ 135 ولا 135؟ 135. طيب زاوية كام؟ 95 ولا 135؟ طيب إذا كان 95 يبقى حاجة من الاثنين، يا إما أنجل بليت بليت تمام زي الزاوية اللي جنبه دي خلاص، يا إما دي سي اس خلاص. دي سي اس دي لابس كروب أهو، لابس كروب سيريشن ماشي، في سيريشن لكن هنا مفيش سيريشن. طيب ده الانترنتال فيكسيشن اللي احنا شايفينه قدامنا خلاص، و هي الـ HS أو Dynamic Expo خلاص بزاوية 135. طيب ده X-ray ولا CT؟ الاثنين دول ده اللي بشاور عليه، ده AB ولا لاترال؟ AB. AB ولا لاترال؟ AB. طيب وده؟ لاترال. تمام showing fracture here. Interpretive factory. Mainly the anterior to frontal or lesser to gutter. Interpretive fracture. Fixed by A. Is there a outer line of the treatment? Interpretive fracture. Only legs through with a weight of 135. DHS. Confusing it. نفس الكلام ده هي إكسري ولا سي تي؟ طيب هيب ولا شولدر ولا إيه؟ شولدر فراكشر إيه؟ إيه اللي ماشي بين الكريبتر ولا الليزر؟ تكسر باي إيه؟
دي الحاجة اللي هي زاوية 135 في DG تمام؟ وليها لابس كروم قدام طيب ده ايه رأيكم فيه ده؟ ده كونتريك فراكشر ده ولا ليكوس فيه مرة؟ ده رأيكم حاجة من الجريتر اللي لسه بتبقى ايه؟ تكسب باي ايه؟ تابلت دي جي اف غالبا بيسكرو ولا انت راح تضل منين حاجه معديه جوه المضله حاجه عليه ولا حاجه معديه جوه المضله اسمه ايه رمضان انت راح تضل في السيشن طيب من انت اول المكان ده شرط وكنتر الجامعي يعني انت تحت الريكة او تحت الريكة تحت الريكة تحت الريكة طيب ماشي لسه الخط وكنتر الجامعي يتابع مع بلس التروكانت لا بلس مصر لازم اصلي قد ايه حتى في الفين طيب الكلاسيفيكيشن في الكلاسيفيكيشن ده اسم الكلاسيفيكيشن بيقسمه ثلاثه عند الليفل بتاع لسه الكونتا وبعد كده يكون نص لايت 5 سنتي وبعد كده من 5 لايت 4 سنتي ده الكلاسيفيكيشن الثاني يبقى كده البانيج هايمر بس مش مهم قوي تمام يعرف بس كده ان هو رمز بليد 2 بارت فراكشر 3 بارت فراكشر يعرف بس كده الفرق من ثلاث تفاصيل من جوه البدل ده سهل نعرفه هو تو تايبس بتاعت موبايل فون بتص انتر ولا مش انتر طيب لو حبينا نعلق على الاكس راي دي هنقول ده اكس راي ريب جوينت ورايكم ده ليك فيما مكسوره ولا تروكانتر مكسوره ولا سبتروكانتريك مكسوره سبتروكانتريك صح؟ عرفنا ليه بنحصل تروكانتريك؟ طيب التريتمنت اللي يهمني في عندنا اشهر حاجه بنحطها في السبتروكانتريك هو الجي سي اس اللي هو سنه 95 خلاص كنا بنحط زمان حاجه اسمها الانجل ليت ليت بنحط لهم اخر حاجه خالص انت بتضل فيكسيشن ده ليت ولا انتر مضله فيكسيشن ليت ولا انتر مضله ريجن انتر مضله طيب وده ليت ولا انتر مضله ريجن اللي احنا شايفينه ده انتر مضله ولا ليت طيب واللي بعده ده ليت ولا حاجه ولا انتر مضله فيكسيشن ليت ليت نوع البليت اللي هي 95 اللي هي حاجتين يا اما اللي ليها سيريشن يبقى اي سي اس لان بتكون بلط انجل بالليل كده تمام؟ محدش بيستخدمها في الاقليه اللي بتاعت الجيل ده نوع تاني من انواع الكمبيوتر فيكسيشن طيب ايه رايكم ده تروكانتريك ولا نيكوزا فيما ولا سب تروكانتريك عشان تحت ايه؟ تكسب باي ايه؟ طيب فراكشن ده تروكانتريك ولا سب تروكانتريك تحت النسبه يبقى اسمه ايه؟ فيكسد باي اللي احنا كنا بنركبها زمان في الزاويه 95 اسمها اللي بيزيد بليت ما فيهاش سيريشن زيرو سليب ده شكل الدي سي اس دايناميك سكرو او الكومبريشن سكرو زي الدي جي اس بس واحده 95 واحده 135 واحده بنستخدمها اكتر في التروكانتر فراكشر واحده بنستخدمها اكتر في السبتروكانتر فراكشر ميكانيزم انجل غالبا بتكون هاي انرجي تروما الكلاسيفيكيشن اشهر كلاسيفيكيشن عندنا اللي هو النمبر بتاعت اوبن اوفرلود
وهي موجوده في البروكسيمال سيرف ولا في الميدل سيرف ولا في الديستنس سيرف. بعد كده في كلاسيفيكيشن مشهور خالص اسمه او كلاسيفيكيشن، ده على حسب الريجن، يعني اليوم لو حصل فيها فراكشن يبقى دي رقم واحد، بوست بونفرال لو حصل فيها فراكشن دي رقم اثنين، الفيما لو حصل فيها فراكشن دي رقم ثلاثه، التيبيا لو حصل فيها فراكشن بنديها رقم اربعه. جنب رقم واحد اللي هو الهيومرس لو اتكسرت بروكسيما بنديه رقم اثنين يبقى رقم 12، تمام؟ لو حصل في الميد شاف تمام بنديه رقم اثنين يبقى هنا احنا قلنا كام؟ واحد. هنا واحد واحد يبقى 11، هنا يبقى 12، هنا 13، تمام؟ رقم واحد ده اللي هو الهيومرس، اثنين ده اللي هو الرقم اللي جاي بعده اللي هو الريجن. لو كان في الميتاسيس ممكن تديله رقم واحد، في الميتاسيس بنديله رقم اثنين، في الميتاسيس من تحت بنديله رقم ثلاثة. نفس الكلام في الهيومرس، نفس الكلام طبعا دلوقتي اسمه اول كلاسيفيكيشن زي ما انتم شايفين كده، رقم واحد بنديها للهيومرس، رقم اثنين بنديها للبونفرال، ثلاثة للفيمر، أربعة للبوزبون ليه. طيب قسمهم بعد كده جنب واحد، تمام؟ في عندنا رقم واحد تاني ده البروكسيمال ميتافيسيس، اثنين اللي هو الدايفيسيس، ثلاثة اللي هو الديستال ميتافيسيس. ده أسم كلاسيفيكيشن، وده انك تكتب انك يعني تقول دايما في الامتحانات يعني. ده بيشمل كل حاجة يعني. وسهل مش حاجه يعني، لو كانت الريفراكشن بتاعنا مثلا اللي هو هنقول الفيمر دي احنا عندنا 14، الفيمر عندنا رقم كام؟ عندنا 3، الفيمر 3، طيب 4، الفيمر 3، الفيمر 3، طيب ممكن نقول الريفراكشن ونيكوز الفيمر ده بروكسيمال ميتافيسيس ولا دايفيسيس ولا ديستنس؟ يبقى جنب الثلاثه هنحط رقم كام؟ ده اسهل كلاسيفيكيشن، ولازم تنتبه كده في الامتحان عشان ده ستاندرد. بعد كده هنحط بقى الكلاسيفيكيشن بقى يبقى اسهل بعد كده. طيب الهيبنوزس كلينيكال والبيولوجيكال زي ما احنا قلنا. طيب التريتمنت هي عندنا بنقسمهم حسب الايج جروب، لو زيرو لغايه 6 مانس فبنحط له برايمري هيب سبايكر جبس من اول الحوض لغايه تحت خالص لغايه الفوق، تمام؟ او نعمل له حاجه في خالص خالص او نحط تسكيل. طيب من 6 مانس لغايه 4 و6 ييرز نعمل له برضه هيب سبايكر جبس. طيب بدا يطلع شويه من 4 و6 سنين لغايه 10 سنين بنعمل له ليكن او فليكسبل انتر مدلل ميل او اكسترنال فيكسيشن، تمام؟ واحنا قلنا الابلكيشن بتاع الاكسترنال فيكسيشن بتاع المره اللي فاتت. طيب بدا يكبر شويه من 10 18 سنه نحط له ليكن او انتر مدلل ميل، فوق 18 سنه الاوبشن الاول اللي هو انتر مدلل ميل او ليكن. طيب نعلق على الصوره دي هي تقول ده اي بي ولا لاترال؟ الصوره دي اي بي ولا لاترال؟ اكس راي ولا سي تي؟ شوين دي فراكشر ايه؟ فراكشر ايه؟ فيمر ولا هيومرس ولا ايه؟ عباره عن فيمر، تمام؟ ميد شاف فيمر. طيب ده شلتر ولا عضل؟ شلتر ولا عضل؟ عرفنا ازاي ان هو شلتر؟ عشان دي ايه؟ في بيرزيال بريك وفي بيرسيس، تمام؟ في بيرزيال بريك وفي بيرسيس. طيب لو قلنا مثلا ان سنه ده 6 مانس هنعمل له ايه؟ 5 شهور هنعمل له ايه؟ جبس برايمري سبايكر، هنعمل له سبايكر. السبايكر دي معانا لغايه سن اللي هو البري سكول تشيلدرن لغايه حوالي 6 سنين. خلاص؟ ده لما اقول لك تعزل العيان زمان. طيب السنة فيكسيشن هم الفيكسيشن بتاع المرة اللي فاتت لما كان اوبن اور بس كان فيكسيشن اور فولس او تشيك فراكشنز. طيب ايه رايكم ده فليتنج ولا انتر مدلل فيكسيشن؟ طيب الفليكسبل انتر مدلل فيكسيشن ده بينا بنركب فيه تشيلدرن مش بنركب في الاضرار، خلاص؟
القضاء اللي بركب فليكسبل ولا بركب ريجن ريجن انت بتضل بيها ريجن لايك الافضل بركب فيهم ايه ده نوع من انواع ده ليزنج ولا انت بتضل بيها تابلتي ولا انت مضلل لما انت عايز زي ما احنا قلنا خلاص الاوبراتيف في عندنا السكرو فيكسيشن او الاي سي اس زي اللي بنركبها في الصف الخلفي تمام ممكن ترجع تحت السوبر كونتراكشن او في رانجل ديت بليت اللي في ممكن نركبها بدل ما كانت تركب من فوق في الصف الخلفي نركبها تحت في المستقبل. طيب في عندنا الباتر سكوندر والباتر سبليت في عندنا الفيرتيكال انتربريتنج يعني انواع فيكسيشن ده سكرو تمام وده بليتي اللي هو سكوندر والباتر بليت وده هو دخولتها وده لو قلنا ده هو دي تش اس ولا دي سي اس دي تش اس ولا دي سي اس زي ما قلنا يبقى ده دي سي اس ولا دي تش اس دي سي اس لو قلبناها فوق كده من حته يبقى مسطر وكده ده العكس الناحيه الثانيه اللي خبط السبب. طيب وده اللي زي ما بنركبه زي ما احنا اللي هو الانجل دي تي كده صار زيرو ايه صار دي تي دايناميك سكرو دي سي اس صار زيرو السبريشن المسمار اللي حضرتك بتدوسه في البيت عندك يا اما يكون ليه بلا تمام يا اما بتدوقه بالشابوش خلاص اللي بلاك ده وليه سبريشن او ليه دخلات ايوه القربه هو ده هو المضرب ده هو ال هو زي ده كده يعني دي سيريشن المسمار انت بتركبه عندك انا عمرك ما بتركبه في العرض المسمار من غير سيريشن خلاص ما ينفعش تدخل الحاجه كده ده كده عندك خلاص لما انت تمسك بالحاجه كل ما انت بتدخل فيها في السكرو درايفر او في المفك بتديك استبانه احسن طبعا احسن من التقدير في الحاجه كده بزياده يا دكتور في انتر مضلل الانتر مضلل رينيل لما بحط كده واحد لازم اربطه من فوق ومن تحت هنا بروكسيمال ديستا ولا ممكن اركب على كده لا ينفعش كده انت حطيت زي ما تكون حاطط حديده تمام تمام
من غير ما نثبت الجزء الفوقاني ومن غير ما نثبت الجزء التحتاني. الجزء التحتاني ده ممكن يلف على الجزء الفوقاني صح؟ تمام ايوه. يعني توقع على كده مثلا ادي المنديل اهو حطيت حاجه من فوق من هنا حطيت حاجه من هنا خلاص كده انت ثبتت بايه؟ حديده بس. حديده محطوطه في ماسوره ممكن تخلع تاني تطلع فوق مش تخلع مفيش استابيليتي الجزء اللي من تحت هيلف على الجزء اللي من فوق ودي فايده الناد ان هو روتيشنال ستيبل مش زي البليت البليت دي روتيشنال ان ستيبل لانك انت بتثبت الجزء اللي من تحت ما بتخلوش يعرف يلف ماشي ما عدا في الاطفال بنحط الفليكسبل انت رمضان ده فين ده ما بيكونش ليه مسمار من فوق ما بيكونش ليه مسمار من تحت بس بيعتمد في الاستابيليتي بتاعته على حاجه اسمها 3 بوينت فيكسيشن بتدخله من حته بتدخله من النير كورتكس يقف في الغرفه كورتكس بعد كده يطلع تاني في النير كورتكس تمام لكن ما ينفعش تحط الحديده كده حته عماره وتسيبها على طول بستابل لو كان فليكسبل ده بتطبق اللي قلت لك عليه ده كورتكس دي بوينت فيكسيشن نير فار نير كورتكس خلاص لو كان ريجيد يبقى احنا خلاص كده صورت المصدر مسمار من فوق ومسمار من تحت عشان ما نعمل الروتيشن بياخد وقت اكتر في الميلينج يا دكتور؟ ايه؟ بياخد وقت اكتر في الميلينج؟ ياخد وقت اكتر فيه يعني فيكسد؟ لا المفروض اشرح لكم المحاضره اللي مش عارف لو المفروض اشرح المحاضره اللي فاتت مره بس بس في المحاضره يعني الفرق بين البليت احنا قلنا وال النيل غالبا بيبقى كلوز مش بنفتح فاحنا بنحافظ على ايه كده؟ بنحافظ على ايه ما فتحناش؟ ايه الحاجه اللي على اساسها بيتكون العظم الجديد؟ فراكشر هيماتوما فراكشر هيماتوما صح؟ الانتر مضادر النيل الكليننج بتاعه طبعا اسرع من البليت ان البليت احنا بنفتح لغايه لما نوصل لفراكشر هيماتوما وحضرتك تشفيها وتفضيها فالكليننج بتاعه بيكون اقل شويه او ابطا من الهيلينج بتاع الثاني. في ناس ثانيه كمان بنعمل تريننج للبريوستيا فبالتالي انت ما بتستفاديش غير من الانجلستيا هيلينج في البليت. لكن في الانتر مدلر فيكسيشن احنا مش بنفتح احنا يا دوب بندخل المسمار من غير فتح فاحنا كده محافظين على البريوستيا محافظين على الانجلستيا خلاص محافظين على الفراكشر هيماتوما. الثلاث حاجات اللي احنا عايزينها عشان تعمل كويس. طب بالنسبه للتحميل يا دكتور يحمل بعد قد كام من النيل لما يركب نيل؟ النيل لو كان مش كوميونيتي وكان ترانسفيرس فراكشن يحمل تاني يوم. طب والبليد؟ البليد بتنقص شويه يعني بنعمل اشعه تشيك اكس ري بعد شهر ونص ونشوف الاخبار لو بدات تتحسن لغايه لما يبتدي احنا عندنا 3 كوتيز ارتيريور بوستيريور ميديا بطرة 3 كوتيز اول لما نشوفهم بداوا يخلص فورميشن يبتدي البيشن ده نوع من فيكسيشن برضه انت متمرس بس ده غير ده اللي احنا بنخش من فوق من فيه ما بنخش من تحت. حد عايز اي حاجه؟ شكرا.